السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة تعلم مع محمد قاسم. الفيديو ده بخصوص وكالة شؤون الأفواج الأمنية بتعلن فتح باب القبول والتسجيل عبر على الوظائف العسكرية عبر أبشر للتوظيف. بتعلن وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية لشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية رجال على رتبة جندي. الرتبة جندي الشروط المطلوبة في المتقدمين أن يكون المتقدم سعودي الجنسية سعودي الأصل والمنشأ، واستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة. أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة بجريمة مخلة بالشرف والأمانة. ألا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب، أو موظف في جهة حكومية. ألا يكون متزوجا من غير سعودية. أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول. أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية. تعبأ جميع الحقول بمنتهى الدقة، وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف بين بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة. التقديم يبدأ إن شاء الله يوم السبت بتاريخ 2/5/1444 الموافق 26/11/2022، وانتهى التقديم يوم الخميس بتاريخ 7/5/1444 الموافق 1/12/2022. التقديم يكون عبر أبشر للتوظيف. في القناة فيديو بيشرح طريقة التقديم على الوظائف العسكرية بشكل عام. أتمنى طبعا للجميع التوفيق. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.